قوافل ستر وعافية. مبادرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المحتاجين بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشارك بفعالياتها. 16 قافلة من قوافل ستر وعافية نظمت في المحافظات خلال عام 2022. الأنشطة الطبية جزء رئيسي من خدمات قوافل ستر وعافية بالمحافظات. الاحتياجات الأساسية تقديم الأطعمة والبطاطين والملابس والأثاث للأكثر احتياجاً. قرنفال احتفالي للأطفال في كل قافلة لبث السعادة في نفوس أبناء البسطاء. تستهدف قوافل ستر وعافية وجهود التحالف الوطني إخراج المحتاجين من دائرة الفقر. قدمت قوافل ستر وعافية خدماتها لمئات الآلاف من المصريين في عام 2022. يستهدف التحالف الوطني زيادة محاور التعليم والثقافة والاحتياجات الأساسية في 2023.